أنا طول عمري يا جمال كنت أقول لك لما أكون عندك حاجة عايز تقولها قولها من نفسك من غير ما أضغط عليك ولا أسألك، بس المرة دي يا ابني لأ، لازم أسألك عشان أطمن. أنت في حاجة مخبية عليا؟ ورحمة أمي أنا عمري ما خبيت عنك حاجة. لأ خبيت يا جمال، هفكرك. فاكر وأنت صغير لما أنا كنت مسافر وامك الله يرحمها توفت، كنت كل ما اتصل من بره عشان اسال عليها تهرب من الاجابه وما تردش؟ فاكر؟ فاكر. كنت ايامها انت لسه عيل صغير اعدادي. لا عيل ايه، كنت راجل. يومي رحت دفنت نفسي وخدت العسل، خلصت كل حاجه، قلت لخلاني محدش يقول لك، مقدرتش اقول لك على اي حاجه عشان انت كنت مسافر، عشان ما تزعلش وما تعرفش هتعمل ايه. كنت كل ما اتصل بيك من بره بقول لك اديني امك عشان اكلمها، تهرب من الاجابه. مره اقول لك نايمه، ومره اقول لك عند الجيران، ومره اقول لك نزلت تجيب حاجه من تحت. ما كنتش عايز ازعلك اكتر من كده عشان انت بره وسايبنا. بقيت محتار اعمل ايه؟ اضربك عشان خبيت عليا، ولا افرح بيك لانك بقيت راجل وتحملت المسؤوليه لوحدك وما قلتليش؟ كل اللي بيجيلك عندي كدب، انا ما عملتش كده. صدقني انا مش عايزك تخاف. مصدقك يا ابني، مصدقك، بس انا كنت عايز اسمعها منك انت. عايزك تطمن. انا مطمن يا جمال، مطمن يا ابني. قبل انت ما تتولد ما كناش عارفين ربنا هيرزقنا بايه، ولد ولا بنت. وانا قاعد على القهوه مستني البشاره وجم قالوا لي ربنا رزقك بولد بدر منور في جمال. قلت اسميه ايه، بدر ولا جمال؟ ساعتها كان الراديو بيذيع غنوه يا جمال يا حبيب الملايين للرئيس جمال الله يرحمه. قلت بس هو ده، اسميه جمال عشان يطلع زيه، عترة وراجل وشاب ما يخونش. الحمد لله ربنا نصفني فيك وطلعت كده بحق وحقيقي. كان لازم اطلع كده عشان تربيتك عم رجالي، بس معلش هي الدنيا كده، لما تحب ترزل علينا تدينا كتف، شفنا نستحمل ولا نقول اي. لو استحملنا تزيد فيها، ولو قلنا اي تدوس علينا وتفرمنا. ما قدمناش حل ان احنا نستحمل نشوف اخرتها معانا ايه، عشان المره الجايه احنا ندوس عليها ونفرمها. معاك حق يا ابني، صح. انا كده مطمن، مطمن عليك يا جمال، عشان لما اروح لامك اقول لها وانا رافع راسي ابنك بقى راجل. ما تقولش كده يا حاج، ربنا يديك الصحه ويخليك لينا. طول لي في عمرك يا ابني. معلش يا عمرو رجائي، مش هينفع اثبت الناس اكتر من كده. خلي بالك من نفسك يا حاج.
باي. ليه يا حاج؟ مالك؟ في ايه؟ عمرو غاي حاسس بايه؟ رد عليا يا حاج. صوت جمال الجبال واضح وهو يتلقى الأوامر ويوافق عليها. المكالمة واضحة وصريحة لدرجة. معلش يا جيمي كلنا لها بقى في حياتك. قوم في حياتك الباقي. مات زعلان عليك طبعا. حاجة تحصل أي رب يشوف ابنه في حالتك كده. يلا عاوز تريح من سيرتك. إيه؟ عامل أعصابك جامدة أوي؟ طيب لما أشوفك تتحمل لإمتى؟ كنت فاكر اني هريحك الليله عشان حكايه ابوك دي؟ انسى. اياكش ابوك وابنك وعيلتك الوسخه كلها تولع بجاز، انت بتاعي وانا مش هرحمك. أشرف عم الحمد لله على السلامة. كده برضه الحركات دي. حركات ايه يا ابني؟ وايه اللي حصل؟ أنا أقول لك اللي حصل يا سيدي. نازلين أنا وأنت مع جمال. بنت محامية كده طالعة راحت بصالك، هوبا لقيناك واقع في الأرض. فين عم رجائي بتاع زمان؟ اللي كان لما يخش الحتة عندنا الحريم تحدف نفسها من البلكونات. نعم أنت وصايا. جمال عامل ايه؟ جمال زي الفل والنبي ما تقلق عليه. طمنته ان انا كويس. انا قلت لعلي يقول له والدكتور قال لي ان انت يومين وهتخرج من هنا ان شاء الله. ليه؟ هو انا عندي ايه؟ انا لازم اخرج من هنا حالا. يا عم اهدى والنبي يا عمي اهدى. الواقعه بس اللي انت وقعتها عملت مشكله بسيطه وهتخرج على طول ان شاء الله. الله المستعان. امال سليم فين؟ سليم في ريال خدته. انا ما كانش قدامي حل تاني يا حاج. اهمه برضو اشرف جمال اخوك وسليم ابنه. لو حصل لي حاجه. ايه يا عم الكلام ده؟ مش عايزك تقول الحاجات دي والنبي. اسمعني بس يا اشرف اسمعني يا ابني. اللي حصل ده كان انذار من ربنا عشان الحق اوصي. خلي بالك من سليم واسمع الكلام اللي هقوله لك جمال عنه. اللي شفت جمال قول له ابوك راضي عنك وبيدعي لك ربنا يفك الكرب وينصره ان شاء الله. مكالمه تسجل وتتسرب لو ايه بتتزع على الملا. ايه معناه؟ ايه معناه؟ ان في حد رصدنا سعادتك. تمام يا علي، عايزك تحدد لي بقى مين بالظبط. حد في شركة الاتصالات رصد المكالمة وباعها للبرنامج. في الحالة دي مش هتكون مكالمة واحدة بس، ده هيكون خط مفتوح، واللي فاتحه هو عارف بيعمل ايه كويس، وده الاحتمال الأبعد سيادتك. والأقرب؟ إن جهة سيادية معينة بتصفي حسابات مع سعادتك. وليه ما نقولش يا فندم إنه جمال نفسه؟ هو مش هدد وقال إنه مش هيسكت. جمال يا فندم بيتعامل بسياسة حرق الأرض، يعني بيهد المعبد على الكل. علي جمال كان بيسجل مكالمات؟ معرفش، بس سعادتك ده شيء ممكن ورطه. جمال بيتصرف بذكاء. لو كان بيفكر إنه يبقى عنده أي أدلة تحميه فعمره ما هيفكر في دليل زي ده وضره أكتر ما ينفعه.
البنت اللي اسمها ليلى محبوب مش كانت صاحبته زمان؟ مظبوط يا باشا، وقدمت تقرير سعادتك وقتها بكل تفاصيل الحكايه من وقت ما بدات لحد دخول الدكتور زيتون فيها. دكتور زيتون، برافو عليك يا علي، لاول مره تفتكر حاجه صح من زمان. البنت دي كانت جاريه من جواري الدكتور زيتون. طب بص بقى يا عم علي، انا عايز تقرير متابعه عن ادق تفاصيل حياتها دقيقه بدقيقه، عايزها تحس انها مرصوده، بس بلاش اختراقات لغايه ما اقول لك، مفهوم؟ تمام سعادتك. وانت بقى يا ابو الشوق، عايزك تدور على شركه الاتصالات لان هو ده الاحتمال الوحيد. تمام يا فندم.